كفران بين 17/10/2012 ليست أزمة خبز ولا أزمة غاز ولا أزمة بنزين، إنهم أهالي كفرنبي اجتمعوا لإخراج عائلات من تحت هذا الركام. عائلة هذا الشاب قتلوا بالكامل. ولا يستطيع إخراجهم من تحت الأنقاض. يحاول الأهالي إخراج من تبقى تحت الركام. تعود الطيارة مرة أخرى. بسم الله ونعم الوكيل. يبكي هؤلاء عائلات فقط يريدون الجسر من تحت الركام. يتواجد، البدي ينطف تحت على الله.